بما انك عارف كل حاجه بتحصل في الغرب دلوقتي، سمعت عن المجتمع السري؟ ايوه، كانوا بيدمروا اسلاك رقصه وغالبا بيغنوا لاجل المكرمه دي. هو ما حدش ورطك في الموضوع دي صح؟ لا لا لا، العم ايرون حكالي عنه. ايوه، انا قابلته صدفه عند محطه المترو اللي جنب بيتنا. تعرفي انه شغال هناك؟ لا عارف اني مش عاوزاك تختلط بيه. بس انت وبابا عمركم ما عرفتوني ليه مش مسؤول لشغلي بعد كده. هو كان متعود يجي بيتنا دايما. الموضوع ده امل اللي هشرحهولك. اديني ثانية واحدة. اسفة يا حبيبي، مستنيك. كله تمام. انقذ العالم يا ماما بصوت ورا التاني. قلت لك المدينة المفضل. المنافسة صعبة. بحبك. سلام. مش متخانقين. ما تقلقش.
احنا ليه قطعنا مع بعض؟ دلوقتي انا اتاخرت، لازم امشي. حاسس ان احنا الاثنين عندنا حاجات مخبيه، لما نتقابل تاني مفيش اسرار. تمام ايوه ممكن لو في معانا اشوفك قريب يا قطير. انت عارفه الراديو مالك صح؟ بس مش هنا. التخرج من الاعدادية حلو ووحش. فين راحت مدرسة فين دوا؟ وانا رحت بروكلين فيجن. قلنا هنفضل نتواصل بس. ياه ايام الثانوية كانت عالم جديد. ياه مبسوط اني شفت فين. لازم الاقي باقي المستورات الكمالية اللي خبناها. مش دلوقتي. لازم اروح عشان المسيرة بتاعت ماما. فرصة استخدم اشتراك الركوب الحدود ده. Thank you.
فوق انت يا خير. انت فين؟ انا في البيت. بس خليك في الامن. هرجع هرجع تمام يا بابا. مايا مايا انا لسه شايف اللي حصل في التجمع مع ماما. انت تمام؟ تمام فينا؟ انا رايح لجيش بليف ويل في انفجار. تمام بس لو روكسون ظهرت اتفقنا هيدوروا على حد يرمي على كل الفيلات بس. تمام هاتوا هيشوشها.
Yeah.
أنا اللي فين هي تينكلر؟ هي اللي سرقت النيو فورم. مش عارف ليه. وانفجار الجسر غلطتي. لا مش غلطتها. انا هروح محرر الجنة. قولوا لي محتاجين حاجة من برا؟ اجيب لكم معايا خيالين؟ أنا افتكرتك مش هتكملي. وهوقف ليه؟ هكافح عشان وطني وأنا قد كلامي. كنتي هتموتي. عيلتي مش بتستسلم، ما انت عارف. ماما هاتلنا معاكي حاجة حلوة لو ينفع. تمام جدا. وانا بطل خارق افتكرت اني هقدر اعمل اي حاجة سبايدر مان بيقدر يعملها. كل مرة تقول سبايدر مان بيبقى قصدك على التاني. انت سبايدر مان، انت تقدر تصلح بطريقتك.